هذه جايه تعطي الانطلاقه ديال الدوري وعلى بركه الله. بمناسبة الذكرى الأربعينية لوليد ديالنا وليد العنبري اللي تنطلبوا له الرحمة والمغفرة، بالنسبة للمشاركين تنشكروهم كاملين، رؤساء الفرق ديالهم، جميع المشاركين اللي شاركوا معنا، جميع الإخوان ديال المكتب المديري الكودير، الناس ديال الفرع ديال كرة القدم، الحكام ديالنا مع المنسق ديالهم، الإخوان ديال المجلس الجماعي الرشيدية، السي زيد ديال جديد انفو، وكل المؤطرين التقنيين والاداريين. وتنتمناو ان شاء الله باش تكون هذه الدوريات تعطي واحد الصوره حقيقيه لبلادنا اللي تيكون فيها واحد المدرسه ديال باش ما نطولوش عافاك واحد الدقيقه ولا اللي جاو حضروا معنا باش يمثلوا هاد الذكرى ديال أربعينية محمد وليد عنباري. تنشكركم بزاف وتن الله يرحم الوالدين. هادشي اللي غنقولو. تبارك الله. شكرا سي احمد. نعطي الكلمه للاستاذ مصطفى العالمي عن المكتب المديري اللي يعطي واحد الكلمه موجزه. تفضل مشكورا. السلام عليكم الاخوات والاخوه الحاضرين معنا. اعتقد هذه مناسبه اللي كتحاول فيها اسره نادي القدير بجميع مكوناتها وبجميع فروعها انها تتذكر احد من الابناء ديالها اللي فقدتهم خلال هذه السنه على اثر الحادث الاليم الذي اودى بحياته. هذه مناسبه كذلك لنجدد العزاء ديالنا للام ديالو لاله خديجه، ونتمنى لها الصبر والسلوان. وهذه مناسبة كذلك لنجدد رحمة على أحد الأبناء ديال مدرسة نادي القدير لكرة القدم السي وليد، ونتمنى له المغفرة والرحمة. وهذه مناسبة كذلك لنعبر على أن أسرة القدير هي أسرة واحدة، نحزن جميعا ونفرح جميعا كذلك، وهذا هو الهدف من خلق هذا النادي برمته، هو أننا نصبح كما قلت أسرة واحدة. ومن خلال هذه المناسبة نمرر كذلك هذه الرسالة ونفعل هذه يعني الرسائل التي أنشئت من أجلها هذا النادي ديال القدير بجميع مكوناته. نجدد العزاء لاله خديجة ونتمنى لها الصبر وأن يعوضها الله خيرا في هذا الولد. وشكرا لحضوركم جميعا من ابناء. كما قال الاستاذ السي العالمي، هذه مناسبه اللي نجدد فيها العزاء لاله خديجه، والله يعوضها بخير ان شاء الله. وكذلك هذه مناسبه اللي كتعكس الروح الرياضيه ديال فريق القدير اللي كيعتني بالوليدات ديالو جميع. كذلك هذه مناسبه اللي كتعبر على ان الرياضه هي واحد الفضاء للالتقاء للتربيه. وكذلك هنايا واحد المناسبه اللي خصنا نوجهوا فيها التحيه للاطر الرياضيه، ونوجهوا فيها التحيه كذلك للقدير اولا على هذه المبادره الطيبه صراحه. اش غادي نقول لكم، الرياضه واحد الفضاء اللي كما قلنا اللي هو فضاء تربوي، اللي ما غادي نقتصروش فيه فقط على ممارسه كره القدم، نحاولوا اننا نوسعوا الممارسه داخل الانديه. اذا هذه المناسبه
ما عرفتش فين نقول صراحه، ولكن ربيت تفكروا وانا امنه بالله وبالقدر لله وانا راجعه. انا كنشكر المهم مدرسة الكودير يا راه ولدها هذاك كيما افتقدته انا راه حتى هما افتقدوا. لا اله الا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسره ديال الباقي اجا جمعة مباركة وشكرا للجميع. نشكركم جميعا. كيما القاعدة السلام عليكم، انا خديجة المديني والدة الفقيد وليد العنبري. قدمت تهنئة الحرة لأسرة الكوبير اللي شرفتني بهذا التكريم هذا. كنشكرهم بزاف وكنشكر كل واحد ساهم في هذا الإحياء هذه الأربعينية ديال ولدي. وكنتمنى للجميع لا إله إلا الله. كنت كنقدم تهانية الحرة للناس ديال الانفو ديال الانفو 24 اللي شرفونا بتواجدهم في هذا الملتقى هذا. وكنتمنى لهم ان شاء الله الفوز حياتهم المهنية وكل شيء. وتنشكركم جميعا على هذا الالتفات للمبادره اللي درتو من جهه هذا الفقيد ديالي. وكنتمنى ليه الجنه ان شاء الله. وكنتمنى لكم التوفيق ولا اله الا الله محمد رسول الله. سمحوا لي بزاف. بسم الله الرحيم. نيابه على الامهات ديال المنحرفين هنا ديال الكودير كنتقدموا التعازي مره اخرى للام الفقيد. وحنا في هذه اللحظه كنعاودوا معها الذكرى الاربعينيه ديال هذا الطفل اللي هو ماشي وليده بوحدها، وليداتنا كاملين. وكنشكروا النادي الرياضي على هذه البادره. وكنكرروا التعازي ديالنا الخالصه للام. شكرا. واستاذ حماده جعليت مدير مدرسه الكودير، بهذه المناسبه كنحيوا هذا النهار الذكرى ديال اربعينيه وليد عنبر اللي افتقدته مدرسه الكودير. تنشكروا الحضور اللي جا كفرق يساهموا معنا في هذه المبادره. تنشكروا حتى الاباء والامهات اللي شاركوا معنا حتى هما في هذه المبادره. تنشكروا المدير جريده جديد انفو اللي حتى هو دارنا التغطيه ديال هذا الحدث. اللي كنشكروه كامل الشكر. وهذه المناسبه كانت الاباء والتلاميذ ديال الكودير باش كنجدوا التعازي ديالنا والرحمه للفقيد ديالنا اللي ماشي الفقيد ديالها بوحدها، الفقيد ديالنا كاملين تنجددوا له الرحمات. وانا لله وانا اليه راجعون. سميتي نزار جرو من فريق الكودير. افتقدنا واحد اللاعب اللي هو وليد العنبري وخلى بلاصتو كبيره في هذا الفريق. وكنقدموا التعازي ديالنا للاباء ديالو وصحابو كلهم. الغريسي كنقرا في السابع هذا اليوم بمناسبه ذكرى وفاه وليد العنبري. كان جينا باش نلعبو باش نديرو دوري. وكنصح انا جد سعيد اليوم. وكنصح الدراري كاملين باش يجيو يلعبوا مع باش يحتاطوا من حدا حوادث السير. لانها وفاء لانها اسى كبيره في هذا المجتمع. السلام، انا اسمي محمد يمان. جينا اليوم نلعبوا واحد ثاني على داك اللي الناس رحموا وليدي عنبري. مناسبة الذكرى الأربعينية ديال وفاة المرحوم وليد عنبري، هذه البادرة اللي قمت بها نادي الرياضة الرشيدية كرة القدم
بديرة طيبة اللي من خلالها كنتذكروا واحد من الأبناء ديال هذه المدرسة هذه. وكنتمنى أن هذه الذكرى 40 تكرر كل سنة باش نحاول نتفكروا المرحوم إن شاء الله.